العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. أحييكم مشاهدينا في حصادنا لهذه الليلة، نتولى على تقديمي أنا نوار عاصم وعمر محرف. تحية لك نوار. مشاهدينا أهلا بكم. البداية بالعناوين: تأجيل التصويت على قضية وزير الدفاع إلى الخميس، جلسة تنفرط بعد مغادرة النواب الذين قدموا مصلحة العراق وطرد داعش من الموصل. من يريد التأثير على القضاء وحرف مسار التحقيقات في قضية استجواب وزير الدفاع، ومن يريد تأخير عملية تحرير الموصل ولماذا؟ أردوغان يلتقي البارزاني الزائر في أنقرة، مستقبل نينوى بعد تحرير الموصل في مقدمة الملفات. ربما هذه السنة والسنة القادمة اللي احنا وضعنا يعني سعر برميل اللي هو يعتبر متحفظ، بس هو فعلا غير متحفظ، اللي هو 35 دولار للبرميل. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن عن تحديد سعر 35 دولارا لبرميل النفط ضمن الموازنة المالية لعام 2017. المالكي بعد لقائه وفد الاتحاد الوطني الكردستاني، توافق حول تشكيل مجلس السياسات العليا بعد الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية في منزل معصوم. أهلا بكم إلى التفاصيل. انفرطت جلسة مجلس النواب العراقي واختل نصابها بعد طرح موضوع سحب الثقة عن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي إثر كشفه ملفات الفساد في جلسة الاستجواب المنعقدة في الأول من الشهر الحالي. وجاء انسحاب النواب من جلسة الثلاثاء استجابة للضغط الشعبي الكبير ونداء العراقيين لكشف ملفات الفساد وإحالة كل الذين وردت أسماؤهم في إفادة وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة الاستجواب إلى القضاء لمحاكمتهم. الحضور الكلي 214، المصوتين 57. لم تحصل الموافقة. نعم. ممكن السيدات السادة، ممكن أكو اعتراض. اكو اعتراض. هذا يعني شو اسوي؟ هذا تشوفه. شوف ممكن لا لا انا ما تفضلوا. ممكن اكو طلب بإعادة التصويت على التأجيل. السيد نياز متأكد من هاي الأرقام؟ برلمانية. شنو هذا؟ من اللي جاب لي اياها؟ من اللي جاب لي اياها هاي؟ الآن العدد بعد ما واصل. مية وتسعة وأربعين ما موجود نصاب. انذار بالجرس للسيدات والسادة. الآن نصاب ما عدنا حتى نبدأ بعملية التصويت. واعترض أعضاء في مجلس النواب على طريقة احتساب عدد الذين طلبوا تأجيل جلسة سحب الثقة عن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لما بعد تحرير مدينة الموصل،
وذكرت مصادر برلمانية أن عدد النواب المطالبين بتأجيل الجلسة وصل إلى 90 نائبا، في حين أعلنت رئاسة مجلس النواب أن عددهم كان 50 نائبا. وفي اللحظة التي كان من المقرر احتساب عدد النواب المطالبين بتأجيل الجلسة، اختل النصاب بشكل كبير بسبب انسحاب غالبية الأعضاء إلى خارج القاعة، ما أدى إلى رفعها. طلب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقعون الطالب الذين يطلبون تأجيل فقرة استكمال استجواب السيد وزير الدفاع إلى التصويت. من يطلب تأجيل هذه الفقرة يصوت، تحسب الأصوات. من يطلب تحسب الأصوات. من يطلب تأجيل هذه الفقرة تحسب الأصوات. تحسب الأصوات. السيدة ممكن أماكنكم سيدات سادة الأعضاء، ممكن أماكنكم تتفضلون، مكانكم تتفضلون، تتفضلون أماكنكم. العلاقات البرلمانية الأصوات. وتمسك نواب من كتل سياسية مختلفة في البرلمان العراقي بطلب تأجيل التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي الموقع من أكثر من 90 نائبا لحين حسم الملف قضائيا، لأن القضية باتت تتعلق بقضايا فساد خطيرة كشف عنها العبيدي، كما أن سحب الثقة في هذا التوقيت يرسل رسائل سلبية عن البرلمان إلى الشارع العراقي. في غضون ذلك، ذكرت مصادر أن من أبرز المطالبين بسحب الثقة هم النواب أحمد عبد الله الجبوري وحنان الفتلاوي وعواطف نعمة ومحمد تميم وصلاح الجبوري وعبد الإله النائلي وهيثم الجبوري. نتيجة لما طرح تحت قبة البرلمان من أمور أمنية وأمور أخرى تتعلق بالفساد، وحيث أن الموضوع تحول إلى القضاء، يرى الكثير من أعضاء مجلس النواب أن ننتظر الحسم القضائي بهذا الموضوع. شكراً. فلهذا نقول حتى نصل إلى قرار، نصل إلى قرار يقنع جمهورنا ويقنع جميع. خلي يتحدث. تفضل. عفو سيد الرئيس، وحتى يكون قرارنا حاسم وقرارنا عن قناعة تامة، خصوصا نحن أمام شخصية ودرجة وزير. نعم. وكل القطاعات العسكرية الآن تخوض معارك ضارية، ووزير الدفاع أعلى جهة أمنية في البلد ولديه معلومات بما يخص تحرير الموصل. وأنا أؤكد بأن قرار ورأي رئيس اللجنة القانونية ضمن الأطر القانونية وجود هناك مستجدات بما يخص عمليات فساد كبيرة وعلى القضاء، ويجب احترام القضاء، ويجب أن ننتظر ونرى ماذا يحدث وما هي الإجراءات القانونية بخصوص هذه المسألة. أما التأجيل فهو تأجيل وليس إلغاء لا أكثر، فنطالب بمسألة التأجيل إلى حين يحسم الأمر قضائيا. اليوم كل أبناء شعبنا ينظر إلى مجلس النواب العراقي. اليوم احنا نعيش حالة حرب ونعيش معارك، نرسل رسائل خاطئة. رجاء خلونا نكمل رجاء كمل كلامك. خلونا نكمل سيد الرئيس، هذا حقي، هذا كمل كلامك. نكمل سيد الرئيس. قانونيا لا يوجد شيء قانوني يمنع التأجيل، لأن النظام الداخلي تحدث عن قضية المدة، الحد الأدنى هو أسبوع، ولم يتحدث عن مدة مفتوحة. احنا نطلب التأجيل 67 إذن اسم عندك من أعضاء مجلس النواب، وممكن حضرتك اليوم تعرضها أمام مجلس النواب. احنا ما مستعين، قضية الوطن أهم.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المحسن السعدون أن على البرلمان العراقي ترك القضاء ليحسم ملفات الفساد التي تطرق إليها وزير الدفاع خالد العبيدي، ثم تطرح فقرة التصويت على سحب الثقة من عدمها. الإجراءات القانونية التي اتبعتها هيئة الرئاسة هي صحيحة وموافقة للدستور والقانون، ولكن في هذا الاستجواب بالذات حدث واستجد شيء هو اتهام المستجوب منه بعض أعضاء مجلس النواب وسيادة رئيس البرلمان باتهامات بقضايا. هذه القضايا انحالت إلى المحاكم، قسم منها تم غلقها والإفراج. أنا ما أريد وجهة نظر، لا أنا أتحدث عن سياقات. حتى أقول السبب المباشر، السبب بأنه استجد شيء في هذا الموضوع، فلذلك من الناحية القانونية والدستورية هناك مجال أن لا يقل المدة عن 7 أيام بالدستور وبالنظام. فأنا أقول من الناحية اللي تكون هذا الموضوع بطريقة أحسن ودستوريا أن يؤجل البث في هذا الموضوع لحين البث في القضايا المحاكم. وشكرا. شكرا. النائبة حنان فتلاوي، النائب عبد الرحمن لويزي، السيد علي بديري، والسيد عبد الإله النائل، وننتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس اللجنة القانونية، تنبيه، لا تستغل عنوانك كرئيس لجنة قانونية حينما يطلب منك رأي قانوني للتعبير عن وجهة نظر شخصية. مستمرون في حصادنا ونتابع أيضا فيه. تأجيل التصويت على قضية وزير الدفاع إلى الخميس، جلسة تنفرط بعد مغادرة للنواب الذين قدموا مصلحة العراق وطرد داعش من الموصل. وفي الحصاد، من يريد التأثير على القضاء وحرف مسار التحقيقات في قضية استجواب وزير الدفاع، ومن يريد تأخير عملية تحرير الموصل ولماذا؟ نرحب بضيف حصادنا النائب عن جبهة الإصلاح السيد علي البديري. سيد علي، أهلا بك معنا. سيد علي، قلت من قبل أن الكتل السياسية الكبرى اتفقت على التصويت بعدم القناعة بأجوبة وزير الدفاع لكي يجعلوا منه عبرة لكل من يحاول فتح ملفات الفساد والوقوف عندها. يعني اليوم لو لم يتم الانسحاب من قبل النواب في هذه الجلسة، ما الذي كان سيحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الشرقية. أنا أحب من خلال قناتكم أن أوضح فت قضية في غاية الأهمية. للأسف الشديد بعض النواب يتوقعون بأن النائب عندما يتخذ قرار بعدم التصويت على إقالة وزير الدفاع يعتبرون هذا رأي شخصي. بالعكس، هذا ليس رأي شخصي للنائب، بل هذا رأي الجمهور اللي جاب هذا النائب وخلاه عضو في مجلس النواب العراقي. إذا بعض النواب انقطعوا عن جمهورهم وعدم وجود هناك تواصل مع الجمهور، نلاحظهم قراراتهم متذبذبة ودائما يتخذون القرار الشخصي وليس قرار الجمهور. أنا أتكلم كنائب وممثل عن جمهور انتخبني وجابني للبرلمان. أنا متواصل مع هذا الجمهور ومع الرأي العام. وعندما جلست مع الناس على موضوع إقالة وزير الدفاع، كانت الأسئلة عديدة توجه لي من قبل الرأي العام. ومن ضمن هذه الأسئلة، هل أن وزير الدفاع مسؤول عن الفساد المالي والإداري الذي حدث في زمن الموازنات الانفجارية؟ وهل وزير الدفاع مسؤول عن غسيل الأموال؟ وهل وزير الدفاع مسؤول عن تهريب الأموال؟ وهل وزير الدفاع مسؤول عن مجزرة جسر الأهمة؟ وهل وزير الدفاع الحالي مسؤول عن مجزرة سبايكر؟ وهل أن وزير الدفاع مسؤول عن سقوط الموصل ودخول داعش واحتلاله لثلث الأراضي العراقية؟ هذه الأسئلة والكثير من الأسئلة تطرح،
والرأي العام هناك استغراب كبير من قبل إجراءات مجلس النواب العراقي. لأول مرة في تاريخ هذا المجلس يتم استجواب وزير مرتين وبفترات متقاربة، ما هو السبب؟ وهذه الأسئلة تطرح من قبل الرأي العام. الرأي العام أصبح المشهد أمامه واضح، لا يستطيع نائب، ومهما تكون مكانة هذا النائب وتواجده الإعلامي، أن يقنع الرأي العام بأن هذا الاستجواب هو استجواب مهني، بل الاستجواب له دوافع كبيرة وكثيرة. والجميع يعلم في الاستجواب الأول كانت هناك أسئلة، والأسئلة بعض الأحيان تكون مقنعة، تختلف تماما عن الاستجواب الثاني. لماذا صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية المطلقة بالقناعة بأجوبة الوزير؟ ولماذا بهذا الاستجواب تغيرت القناعات؟ ما هو السبب؟ فأصبح للرأي العام المشهد واضح تماما ولا يقبل للتأويل والتحريف. اليوم بعض النواب في داخل قبة مجلس النواب، أنا باعتقادي كان رأيهم بإقالة وزير الدفاع ليس بأن وزير الدفاع فاسد أو وزير الدفاع مقصر، بل الهدف الأساسي والرئيسي لأن يوجد نائب لديه عداوة ومشكلة مع هذا النائب، وبالتالي اتجه نحو إقالة وزير الدفاع. ولكن سيد علي، يعني إضافة إلى جملة الأسئلة التي طرحتها والتي تعبر عن أسئلة يطرحها الشعب العراقي اليوم، عندما يرى الغالبية من النواب بأن سحب الثقة من الوزير ليس في مصلحة العراق، وإنما ذلك سيضر في مصلحة العراق وفي الوضع الأمني وفي معارك التحرير، وبالتالي هل اليوم البعض القلة القليلة الذين يريدون سحب الثقة من الوزير يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة العراق، فوق الملف الأمني، فوق معارك التحرير المهمة الحالية؟ هذا سؤالك ما يحتاج لجواب، الجواب موجود، واليوم بالجلسة أصبح هذا لهذا السؤال جواب واضح جدا. عندما تكلمنا وبكل صراحة وقلنا إذا كان فعلا هذا الوزير فاسد، وأنتم تعلمون والجميع يعلم بأن هناك ملفات في القضاء وفي الاستجواب، هناك حدثت أشياء طارئة على موضوع الاستجواب، وكانت هناك مسائل أكبر من الاستجواب، وبالتالي فتح التحقيق لدى القضاء العراقي، وأنتم تقولون بأن القضاء العراقي لا منازع عليه وقراراته باتة ولا يمكن التدخل بالقضاء، فلماذا لم تتركوا هذا الموضوع للقضاء العراقي حتى يتم الحسم؟ والجميع يعلم بأن رئيس المجلس ترك المنصة وقال أنا لم أعود إلى هذه المنصة حتى تثبت براءتي، وبالتالي اليوم يحتلي المنصة، وهذه مخالفة واضحة جدا، لأن الجميع يعلم بأن رئيس المجلس هو خصم لوزير الدفاع، لأن وزير الدفاع تكلم بكل صراحة وسمى الأشياء بمسمياتها وذكر رئيس المجلس، أما إدارة المجلس من قبل رئيس المجلس وهو خصم لوزير الدفاع، هذه خارج المنطق والعقل البشري. فاليوم المشهد واضح جدا، ونحن قلنا بأن في وقت دخل داعش للعراق وانهانت العسكرية العراقية والجيش العراقي وأصبحت الرتب في الشوارع، وأصبح الجيش العراقي يعاني بين فترة وأخرى من حصار لداعش، وقتل العديد من أبناء قواتنا المسلحة بسبب سوء الإدارة وقلة التسليح، لم نجد نائب لا من الدورة السابقة ولا من الدورة الحالية طلب وجمع تواقيع لاستجواب الوزراء السابقين ومن المسؤول عن كل هذه الإخفاقات وعن كل هذه المعاصي والمجازر. اليوم وكأنه وزير الدفاع هو المسؤول عن كل ما جرى في هذا البلد من فساد وخراب وحروب، ونحن نسمع بين فترة وأخرى
هناك أيام دامية. اليوم أصبح وزير الدفاع هو الهدف الرئيسي حتى يستطيعوا من خلال هذا الهدف القضاء على الملفات الكبيرة وخاصة في وزارة الدفاع. اليوم الشعب العراقي أمام صورة واضحة للعمليات التي تقوم بها الكتل السياسية وقادة الكتل لوضع ضحية. وأنا أكد لكم من خلال قناتكم الكريمة بعض النواب اليوم في موقف محرج جدا، لأنهم جمعوا التواقيع لاستجواب بعض الوزراء، وهؤلاء الوزراء لقد هددوا وقالوا لهم إذا حضرنا لمجلس النواب العراقي سنعطي الشعب العراقي معلومات أخطر مما أعطاها وزير الدفاع، فاحذروا. وبالتالي اليوم يتسابقون، إذا تم إقالة وزير الدفاع فهذه رسالة قوية إلى هؤلاء الوزراء بأنكم لا تتكلموا في الاستجواب على أي موضوع يخص الفساد وملفات الفساد. وبالتالي اليوم عملوا بكل ما يمتلكون من قوة حتى يمرروا موضوع إقالة وزير الدفاع ويستمروا بعملية الاستجواب. وإذا بقي وزير الدفاع فإنهم أمام موقف محرج. أما أن يتركوا الاستجواب، وإذا مضوا بالاستجواب يحاولوا أن يبعدوا بعض الأسئلة عن الوزير الذي يقوم بعملية استجوابه. اليوم نشعر بهم بأن وضعهم مربك بشكل كبير. وأنا واحد أحد النواب الموجودين في مجلس النواب العراقي قبل فترة جمع تواقيع على وزير التربية لاستجوابه، فسألته وأنا في عند خروجي من القاعة قلت له أين 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 أصبحت هذه التواقيع وما مصير هذه التواقيع؟ وزير التربية سيتم جلبه إلى مجلس النواب العراقي ولديه ملفات أيضا خطيرة، وبالتالي هذا النائب لم يتطرق إلى موضوع استجواب وزير التربية وهو الذي جمع التواقيع. فهؤلاء النواب والمتحمسين لإقالة وزير الدفاع لأنهم لديهم مشروع، وهذا المشروع الهدف الأساسي منه هو القضاء على أي وزير وأي مسؤول في المستقبل أن يعطي الشعب العراقي معلومات على ملفات الفساد وعن الأموال التي تم إنفاقها بطرق غير شرعية والمصارف الأهلية التي أخذت الأموال بطرق ملتوية وفساد مستشري. طيب سيد علي، يعني وكأنك تصف اليوم لدينا الفقر، وكأنك اليوم تصف يعني وزير الدفاع بأنه صمام أمان من عدمه للجهة التي تريد إسكات كل من لديه ملفات فساد ليتم فضحها أمام البرلمان العراقي. يعني اليوم كل من يعني طالب وأراد أن يوقع حتى يكمل الاستجواب، هل يريد اليوم لتحريف التحقيق بقضية الملفات ملفات الفساد التي عرضها السيد خالد العبيدي اليوم في قبة تحت قبة مجلس النواب، هل يريد حرف هذه القضية عن مسارها، ولماذا ولصالح من؟ طبعا هم يعملون جاهدين من أجل يعني تغيير أمور كبيرة وكثيرة في موضوع الاستجواب وموضوع الملفات التي تم تقديمها من قبل وزير الدفاع. أكدنا بعدة لقاءات وكان كلامنا واضح جدا، موضوع وزير الدفاع أصبح موضوع قضائي ونحن ننتظر إجراءات القضاء. وإذا فعلا القضاء جرم وزير الدفاع نحن جميعا نكون ضد وزير الدفاع وسنحاسب هذا الوزير. وإذا برأ القضاء العراقي وزير الدفاع وجرم الأسماء التي طرحها وزير الدفاع، فما هو موقف هؤلاء الذين يؤكدون على موضوع إقالة وزير الدفاع ويعتبرونه إنسان مقصر
يعني ما المفروض الآن يستعدوا إلى تحضير جواب للشعب العراقي، لأن المسألة أصبحت واضحة وأكدنا أكثر من مرة. إحنا ما ندافع عن وزير الدفاع، بس إحنا نتكلم بكل صراحة. أما تجعلون الوضع والموضوع قضائي وننتظر إجراءات القضائية، أو ينسحب الموضوع من القضاء ويترك للبرلمان ويتحمل البرلمان المسؤولية أمام الشعب العراقي، أما يعملون في خطين متناقضين، هذه جريمة. ودائما عندما نتكلم على أي موضوع داخل بأروقة القضاء، الجميع يقول بأن هذا الموضوع يترك إلى أن يتم حسمه قضائيا. فالمسألة واضحة ولا تحتاج إلى هذه المهاترات. نعم. وإذا هذه التقاطعات وزير نعم. الدفاع سيد علي، يعني اليوم الأنظار تتجه جميعها صوب معركة تحرير الموصل، سواء الأنظار الدولية وأيضا المحلية وكل الجهود والاستعدادات، وبالتالي أنتم حذرتم من أن سحب الثقة قد يؤثر على عملية تحرير الموصل ويؤخرها. اليوم من يريد تأخير عملية تحرير الموصل ولماذا؟ صراحة مو بس مسألة التأخير في تحرير الموصل، إذا نجحت القوات العراقية والحشد الشعبي بتحرير الأراضي العراقية، وهي فعلا نجحت في تحرير الفلوجة التي كانت عاصية على الأمريكان، وبدأ الجيش العراقي يستعيد عافيته، وبدأ العالم يحترف بهذه العافية المتصاعدة لدى الجيش العراقي، وبدأ يأخذ موقف الهجوم وموقف أنه يطهر الأرض العراقية من دنس داعش. هذه الانتصارات للأسف الشديد بعض القوى السياسية كانت غير فرحة بهذه الإنجازات وهذه الانتصارات، لأنها دائما شعارها أن يبقى الجيش العراقي جيش دائما منهزم، جيش دائما يعاني من عملية المحاصرة من قبل داعش، جيش منكسر. أما اليوم هذه الانتصارات الباهرة وهذه الحركة السريعة. لضيق الوقت السيد علي البديري النائب عن جبهة الإصلاح، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. حق الرد مكفول، راسلونا على rai@alsharqiya.com. هذا تذكير بأبرز العناوين. تأجيل التصويت على قضية وزير الدفاع إلى الخميس، جلسة تنفرط بعد مغادرة للنواب الذين قدموا مصلحة العراق وطرد داعش من الموصل. وفي الحصاد، من يريد التأثير على القضاء وحرف مسار التحقيقات في قضية استجواب وزير الدفاع، ومن يريد تأخير عملية تحرير الموصل ولماذا؟ أردوغان يلتقي البرزاني الزائر في أنقرة، مستقبل نينوى بعد تحرير الموصل في مقدمة الملفات. ربما هذه السنة والسنة القادمة اللي احنا وضعنا يعني سعر برميل اللي هو يعتبر متحفظ، بس هو فعلا غير متحفظ، اللي هو $35 للبرميل. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن عن تحديد سعر $35 لبرميل النفط ضمن الموازنة المالية لعام 2017. والملكي بعد لقائه وفد الاتحاد الوطني الكردستاني توافق حول تشكيل مجلس السياسات العليا بعد الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية في منزل معصوم. اعترضت النائبة حنان الفتلاوي والنائب عبد الإله النائلي على طلب تأجيل التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، وطالبا رئاسة مجلس النواب بكشف أسماء الذين طلبوا تأجيل التصويت على سحب الثقة. إجراء
إجراءات الاستجواب تمت وفق الدستور والنظام الداخلي، وكانت إجراءات قانونية مستوفية الجانب الشكلي والموضوعي والقانوني، ونهاية أي استجواب يفترض أن يكون هناك تصويت على الرأي ما يراه المجلس. ما كملت وجهة نظر سيادة الرئيس. لا يحق لأي جهة بموجب الدستور أو القانون أو النظام الداخلي إيقاف عملية الاستجواب عند حد معين. مسألة أن الوضع الأمني هاي ذريعة سيادة الرئيس، لأن هو نفس الوزير بالاستجواب قال أنا ما لي علاقة بالعمليات، أنا ما مسؤول عنها. سيادة الرئيس، لا يجوز لأي جهة إيقاف عملية الاستجواب دون إنهائها بالتصويت. من لا يريد التصويت ليصوت كلا، من يريد يصوت نعم. أنا أطلب إعلان الأسماء الذين طالبوا تأجيل التصويت على وزير الدفاع. لا مانع، من حقنا نعرف من هم النواب الذين يريدون التأجيل. نعم. بخصوص الإجراءات اللي جنابك تفضلت فيها، الإجراءات سيادة الرئيس، الأصل أنه وفق النظام الداخلي أنه نمضي بالتصويت، وبعد أسبوع ينعرض الموضوع على التصويت على مجلس النواب. أما قضية التواقيع التي قدمت، هاي أي واحد يقدر يجمع تواقيع، بس هي خلاف تمام. النظام الداخلي. نصر على قضية اليوم أنه تنطرح مسألة التصويت على حجب الثقة. من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، قال إن على مجلس النواب أن يخضع لقرار الأغلبية التي وقفت مع وزير الدفاع خالد العبيدي ورفضت التصويت على إقالته عبر كسرها نصاب الجلسة. وقال البياتي للشرقية نيوز إن البرلمان أمام ثلاثة خيارات، إما انتظار قرار القضاء فيما يتعلق بالملفات التي كشفها العبيدي، أو ترك ملف سحب الثقة لاعتبارات أمنية وعسكرية، أو خلق فراغ في رأس المؤسسة العسكرية، الأمر الذي قد يؤثر في استقرار الوضع الأمني للبلاد. كسر النصاب من قبل كتل ومن قبل أعضاء دليل على أن هناك انقسام داخل مجلس النواب فيما يتعلق بالموقف من السيد وزير الدفاع واستجوابه، وبالتالي وعدم توفر أغلبية لسحب الثقة منه كذلك دليل على أن هناك تقدير لحساسية الوضع وخطورة الوضع الأمني، خاصة مع وجود أحداث وكذلك عمليات في الموصل لتحرير موصل، بالإضافة إلى قناعة جزء كبير من النواب أن القضية طالما مفتوحة في القضاء لننتظر رأي القضاء، ثم بعد ذلك من الممكن مجلس النواب أن يعطي ويدلي بدلوه هنا. لا شك بأن كسر النصاب دليل واضح على أن هناك خلاف سياسي داخل المجلس في الموقف من هذه القضية بالذات. فيما يتعلق بمسألة بأنه هل الذين كسروا النصاب كسروه على أساس سياسي أم مهني، لا نستطيع أن نحكم على النوايا وعلى كذلك على إرادات النواب، ولكن يبدو بأن هناك قسم من النواب واضح لديهم بأن المسألة إما أن تترك للقضاء كما تركت باقي الملفات، وإما يقدر وضع الأمن للبلد وحاجة البلد إلى استقرار المؤسسة العسكرية من أجل تحرير الموصل، وإما أن نتجه إلى فراغ في رأس مؤسسة عسكرية، وبالتالي هناك ترجيح للأول على الثاني. وأنا أتصور بأن الذين خرجوا عن قناعة، والذين بقوا عن قناعة، ولا يمكن لجهة أن تكفر أخرى أو أن تخطئ أخرى. هذا هو مجلس النواب، كل على قناعته، وبالتالي على الجميع أن يحترم الديمقراطية التي تعني الأغلبية، والأغلبية كان اليوم ليس مع اتجاه عرض الموضوع، موضوع السيد وزير الدفاع على البرلمان. نرحب الآن بالسيد رعد الحيدري عضو كتلة المواطن. سيد رعد، مرحبا بك في هذا الحصاد. على الرغم من إدراج فقرة سحب الثقة عن وزير الدفاع في جلسة اليوم وانسحاب غالبية الأعضاء 149 عضوا ينسحب لعدم التصويت على هذه الفقرة نتيجة رؤيتهم بأن هناك مصلحة في بقاء وزير الدفاع في الوقت الحالي، إلا أنها هذه الفقرة تدرج في الجلسة المقبلة الخميس، ألم تصل الرئاسة اليوم إلى مجلس النواب بأن فقرة سحب الثقة في هذا الوقت غير ملائمة نتيجة للظروف المهمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. في الواقع منذ البداية قبل جلسة الاستجواب كان لنا رأي، ورأي واضح، في أن الوقت غير مناسب لإجراء الاستجواب لوزير الدفاع ونحن في حال الحرب، والبلد يعيش هذا الوضع الأمني المربك، وهي رسالة غير طيبة لأهالي الموصل إذا ما كنا على أعتاب عمليات تحرير الموصل والوزير من هذه المدينة الكريمة، رسالة غير طيبة.
لذلك كان لنا رأي، وأعتقد أن التحالف أيضا كان له رأي يشبه رأينا، أن الاستجواب ليس وقته المناسب، ولكن كان هناك إصرار على أن يجرى الاستجواب. ما جرى من 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 عملية الاستجواب داخل مجلس النواب في تلك الجلسة الحامية حقيقة لدينا ملاحظات عديدة عليها، ولكن فيما يخص عملية السحب الثقة عن السيد الوزير هو تابع للإجابات التي أجاب عليها على أسئلة النائبة المستجوبة. بغض النظر عن ما جرى في تلك الجلسة من اتهامات، من تراشق، من أسماء أدرجت، بغض النظر عن ذلك، لأن جلسة الاستجواب لا يعني هذا الحديث، يعني ما أجاب الوزير عن الأسئلة التي وجهتها إليه النائبة. في واقع الحال في ذلك اليوم، في تلك بعد انتهاء جلسة مجلس النواب، كانت هناك قناعة لدى أغلب النواب بإجابات السيد العبيدي، رغم أن يعني مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الأسئلة كانت أسئلة سطحية وأسئلة غير حقيقة، غير يعني متقنة، يعني قياسا بالاستجواب السابق الذي أجرته السيدة حنان فتلاوي، كان استجوابا محكما وفي جلسة سرية، وكان أشد من هذا، ومع ذلك خرج مجلس النواب بقناعة. اليوم هذه الأسئلة أقل منها درجة، والإجابات كانت محكمة، وكان الرجل واثق من إجاباته، وأغلب الإجابات كانت إجابة يعني كلمة واحدة، مثلا أن هذا العقد لم يتم، أن هذا الشيء كان في عهد الوزير السابق أو في عهد السيد المالكي أو غيره من هذه الإجابات القاطعة التي لا تحتمل الترديد في أنه مقنعة أو غير مقنعة. عموما نحن مع تأجيل الاستجواب منذ البداية، وكذلك مع قناعتنا بإجابة السيد العبيدي في تلك الجلسة. يبقى أنه ما حدث من أمور داخل هذه الجلسة من تراشق وكذا، حقيقة ملاحظات عديدة لدينا، لا يمكن أن نسميها أنه هذا ما جرى في ذلك اليوم هو عملية محاربة للفساد، وإلا ملاحظات كثيرة. أين كان السيد الوزير قبل أن يأتي إلى جلسة الاستجواب؟ لماذا لم يطرح هذا الشيء على هيئة النزاهة، على السيد رئيس الوزراء؟ لماذا يأتي بها ويطرحها على الملأ وفي جلسة عامة؟ قام وزير الدفاع، إذا كنت يعني متابعا بالتأكيد وكونك عضو كتلة المواطن فأنت أقرب إلى هذا الموضوع، يعني كذا قد طرح هذه المشاكل على هيئة النزاهة، على بعض رؤساء الكتل، على بعض النواب، عفوا على بعض النواب. ولكن اليوم عندما يسير البرلمان بخطين، خط يريد انتظار القضاء، والخط الآخر يريد الأخذ بزمام المبادرة ويعني إطلاق الحكم على وزير الدفاع في ظل الظروف التي ذكرتها أيضا، بظل عمليات عسكرية مقبلة، أنت اليوم تمثل كتلة المواطن كعضو في البرلمان، هذه الكتلة كيف ترى الموضوع من الجانب القضائي؟ أولا تصحيح، أنا لست عضوا في البرلمان، وإنما في كتلة المواطن والمجلس الأعلى. بالنسبة إلى تحدثت قبل قليل أن الإجراء القضائي حول ما تحدث به السيد العبيدي قبل الاستجواب، يعني ليس له علاقة بالأسئلة التي قدمتها له السيدة عالية صيف. كل الحكم والقضاء والدعاوى التي أقيمت على ما جرى في إطار هذه الجلسة، يعني في مقدمة هذه الجلسة. إحنا نتحدث عن سحب الثقة، عن أسئلة وجهت له. حقيقة كانت الكتلة مقتنعة بالإجابة، رغم أنه كنا مع تأجيل الظروف اللي شرحتها لحضرتكم، أنه الوضع الأمني، وأنه رسالة غير طيبة نوجهها إلى أهالي الموصل. يعني إحنا من اليوم الأول ما كنا مع هذا الاستجواب، فضلا عن أن الاستجواب كان مقنعا. يبقى أنه ننتظر القضاء أو غير ننتظر، لا ننتظر القضاء، ما أعتقد لها علاقة، ولكن البعض كان هذا رأي، ورأي محترم، أنه ننتظر القضاء يبت بالحكم ثم بعد ذلك نأتي إلى استجوابه.
احنا مع التأجيل اصلا مع تأجيلها الى بعد العمليات يعني، وليست انه تأجيلها الى يوم الخميس القادم او الاسبوع اللي بعد، نحن مع تأجيلها الى بعد العمليات ان تستقر الامور، ثم بعد ذلك نأتي الى عملية الاستجواب او سحب الثقة او تجديد الثقة للسيد الوزير. هذا هو رأي كتلة المواطن بصراحة، واعلناها بصراحة هذا الرأي، لسنا يعني. طيب سيد رعد، يعني أنتم يعني وأنت بالذات يعني قيادي في كتلة المواطن، قلت بأن هناك رسائل سلبية لأهالي الموصل، إلى أي مدى ترى كتلة المواطن اليوم هذه الإجراءات تؤثر على عملية تحرير مدينة الموصل وهي معركة حاسمة في هذه الوقت وضد داعش بالتحديد كونه يعني آخر مركز له في هذه المدينة في العراق؟ يعني إذا اتفقنا على أن هذه المعركة معركة حاسمة وهي المعركة الأهم وهي المعركة الأقوى والأشد، فلذلك يجب أن نؤمن بأن جميع نقاط القوة والزخم لأجل هذه العملية، من إيواء النازحين مثلا إذا كان هناك بالعمليات السابقة مثلا كان تقصير، يجب أن هذه تكون العملية أهم وأن تستعد الدولة والمنظمات الدولية اللي وقفت مع العراق وادعت أنها مع النازحين أن تأتي وتقف بالفعل، لأننا أمام معركة قد ملايين تكون من النازحين يضاف إلى الملايين اللي نزحوا في السابق، مثلا في مسألة العدة، العدد، الخطط العسكرية، كل هذه الأمور، الوضع السياسي العام. يعني نحن معركتنا الأمنية ليست معركة عسكرية بحتة بقدر ما هي معركة كاملة، لأننا نخوض حرب داخلية، حرب مع بنتيجة عراقيين بعراقيين. إحنا إذا ما يكون هناك توافق سياسي ووضع سياسي مستقر بحيث أهالي الموصل بالفعل يكونون رديفا للدولة ويعيشون هذا الحس بأننا فعلا عراقيين وأن لا ملجأ لنا سوى العراق وسوى الحكومة العراقية وأننا ضمن هذه المنظومة، وإلا ستعكس وسيكون قلوبهم ولعله أفعالهم مع داعش. لذلك المنظومة منظومة متكاملة، فأي خرق بها هو يؤدي إلى خرق في هذه المنظومة. واحدة منها مسألة السيد وزير الدفاع، لا نقول أنه مسألة أساسية أنه إذا مثلا اليوم سحبنا الثقة عن وزير الدفاع سوف لن تتحرر الموصل، لا نقول ذلك، ولكن بالنتيجة إذا أردنا أن نرسل رسالة طيبة مطمئنة إلى أهالي الموصل فلا يوجد أي خرق في هذه المنظومة، أي خلل أو ترديد في مسألة أن هناك فساد في المنظومة العسكرية، أن هناك عملية استجواب لفاسدين، أن هناك أسلحة فاسدة تستخدم في المعارك، أن هناك شخص من أبناء الموصل يقال لعله ربما تفهم بأنه ذات أبعاد سياسية، كل هذه الأمور بمجموعها تكون زخم للمعركة، إضافة إلى العالم الإعلامي والنفسي وغيرها من الأمور اللي يعلمها الجميع أنهم واجبة في هكذا معارك ونحن نخوض هكذا معركة مصيرية ولعله المعركة الأخيرة إن شاء الله في العراق لتحرير آخر شبر من الأراضي العراقية. نعم، طيب سيد رعد، يعني هل ستشهد برأيك جلسة الخميس ما شهدته اليوم أم أنك ترجح توافق وتقارب بين القوى السياسية بالأخذ بالاعتبار القضاء، بأخذ الاعتبار الجانب الأمني من عملية تحرير الموصل بشكل سريع ومقتضب لو سمحت؟ كنا نأمل أن جلسة المجلس السياسات يوم أمس أن يأتي بنتيجة تنعكس على البرلمان، ولكن للأسف يبدو أنه لم تؤثر جلسة ليلة أمس على ما حصل اليوم، ولكن أنا في تصوري أنه لن يكون هناك استجوابا يوم الخميس أو سوف يكون توافق سياسي لتأجيل المسألة إلى ما بعد حسم معركة الموصل. نعم سيد رعد الحيدري القيادي في كتلة المواطن، شكرا جزيلا لك.
هذا الحصاد مستمر ونتابع فيه. أردوغان يلتقي البارزاني الزائر في أنقرة، مستقبل نينوى بعد تحرير الموصل في مقدمة الملفات. ربما هذه السنة والسنة القادمة اللي احنا وضعنا يعني سعر برميل اللي هو يعتبر متحفظ بس هو فعلا غير متحفظ اللي هو 35 دولار للبرميل. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن عن تحديد سعر 35 دولارا لبرميل النفط ضمن الموازنة المالية لعام 2017. قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن المتضرر الوحيد من تعاطي مجلس النواب مع قضايا الفساد وأخيرها ملف وزارة الدفاع هو الشعب العراقي. الصدر أكد في رد له على سؤال بشأن كشف وزير الدفاع ملفات الفساد أمام البرلمان وقيام أعضاء كثر من بينهم أعضاء كتلة الأحرار التي تتبع التيار بالتصفيق والتهليل لكشف هذه الملفات، بعضها تخص رئيس البرلمان، لكنهم صوتوا بعدم الاقتناع بإجابته. أكد الصدر أن المتضرر الوحيد هو الشعب، وستكون رصاصة الرحمة إذا لم يصحوا من هجوعه. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن اتفاق بين حكومة بغداد وإقليم كردستان على عدم تمدد القوات الكردية باتجاه الموصل وأن تدار المدينة بعد تحريرها من داعش من قبل سكانها. العبادي قال في مؤتمر صحفي أن رئيس الإقليم مسعود البارزاني أبلغه أن لا مطامع للكرد في الموصل وأن البيشمركة على استعداد للتعاون مع القوات الاتحادية من أجل تحرير المدينة. أكو اتفاق مع الأخوة في الإقليم أن لا يكون هناك تمدد، أنه إحنا نقاتل داعش وبالتالي إذا أكو مشاكل حول الأراضي نحلها بالمفاوضات ضمن على ضوء الدستور العراقي وعلى ضوء الاتفاقات التي كانت هناك. الدستور العراقي واضح في هذا الجانب، المادة 140 حول المناطق المتنازع عليها، علينا أن نخضع مو لمنطق القوة، لمنطق الدستور. نعم الكل قدموا تضحيات، والموصل إن شاء الله يديرها أبنائها. أكو هناك مجلس محافظة، هناك محافظ ينتخب من أهل الموصل، هناك محافظ ينتخب من قبل مجلس المحافظة، وأهل الموصل هم يديرون الموصل، فيجب أن نتفق على ذلك. نينوى موحدة تدار من قبل أهلها، دور الحكومة الاتحادية أن تسند أهل الموصل في إدارة محافظتهم، أن تدافع عنها وتقاتل من أجل تحريرها، وأن تحفظ الأمن في الموصل بعد تحريرها، لأن يبقى خطر الإرهاب وخطر التهديدات الأخرى تبقى في الموصل. هذا اللي إحنا نريد الحد الأدنى. أكو اتفاقات مع الأخوة في إقليم كردستان حول ذلك، أنا متحدث شخصياً مع الرئيس بارزاني مع باقي وهم يتفقون على ذلك. السيد الرئيس بارزاني بلغني ما عندنا أي مطمع بالموصل، إحنا نقاتل جنب إلى جنب مع القوات الأمنية العراقية لتحرير الموصل، وبالتالي الموصل يقرر. هذا أكو اتفاق عام، نأمل أنه هذا الاتفاق يترجم على الأرض بشكل صحيح. ربما هناك خلفيات غير صحيحة، أكو تراكمات نحاول نحلها كل ما نسير إلى أمام. وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن الحكومة العراقية تؤيد قانون العفو العام وتراه منصفا وتدعو مجلس النواب إلى إقراره كما هو. قانون العفو العام اللي رفعته الحكومة إلى مجلس النواب إحنا نأيده، وأدعو مجلس النواب إقرار قانون العفو كما رفعته الحكومة. قانون العفو العام اللي رفعته الحكومة بنوع من الإنصاف، بنوع من العدالة، لا يخرج المجرمين والإرهابيين الذين قتلوا الشعب العراقي. نعم الآخرين ربما أخطأوا ومستعدين للتوبة يصير إفراج عنهم، فأدعو مجلس النواب إلى إقرار قانون العفو كما رفعت الحكومة إلى مجلس النواب. هذا وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن تحديد سعر 35 دولارا لبرميل النفط ضمن الموازنة المالية لعام 2017. وقال العبادي إن الموازنة تعاني من عجز مالي كبير بسبب قلة الواردات النفطية مقابل ارتفاع سقف رواتب الموظفين والمتقاعدين. لدينا خطط اقتصادية للتغلب على الأزمة المالية، الحمد لله رغم أن أسعار النفط بانخفاض مستمر منذ منتصف 2014 أو نهاية صيف 2014 لحد اليوم، شوية صار قبل يمكن 3 أشهر ارتفاع طفيف في أسعار النفط، رجع مرة أخرى إلى الهبوط. التوقعات الخبراء العالميين حول أسعار النفط ستبقى عند هذه الحدود، ربما هذه السنة والسنة القادمة اللي إحنا وضعنا يعني سعر برميل اللي هو يعتبر متحفظ بس هو فعلا غير متحفظ اللي هو 35 دولار للبرميل، وهذا هو المتوقع
من سعر البرميل لكل السنة القادمة 2017. وكشف وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي كشف أن موازنة عام 2017 تبلغ 100 وتريليونين دينار بعجز مخطط مقداره 32 تريليون دينار وفق التقديرات الأولية. الجميلي أضاف خلال مشاركته في برنامج الخلاصة الذي يقدمه الإعلامي العراقي أحمد خضر، أضاف أن نحو 85% من الموازنة مبني على واردات النفط وأن 24 تريليون دينار منها فقط استثمارية والباقي ستكون مصارف تشغيلية. الموازنة ستكون تقريبا 102 تريليون دينار وستكون واردات الدولة يعني في الغالب هي ستعتمد على يعني 85% منها من واردات النفط بواقع يعني مخطط له انه بتصدير 3,880,000 برميل نفط باليوم، يكون 300 من حقول كركوك و250 من حقول كردستان والباقي تكون من الحقول الجنوبية. طبعا الموازنة الاستثمارية ستكون حصتها تقريبا 24.5 تريليون دينار والموازنة التشغيلية يعني باقي المبلغ سيكون من 102 سيكون للموازنة التشغيلية. لا شك طبعا هنالك عجز مخطط في الوزارة وهذا العجز يعني هنالك أبواب لتمويله من خلال الدين الداخلي. كم نسبة العجز سيد سلمان؟ نسبة العجز كم الموعودين بها؟ نعم. نسبة العجز كم المتوقعة؟ والله هو تقريبا يعني احنا طبعا هذه الارقام هي اوليه يعني نعم لا يمكن أولية. ان نعول عليها ولكن هي تقريبا تعطيك اطار عام نسبه نعم. العجز نعم نعم يعني تقريبا يعني العجز يبلغ 32 تريليون دينار. ونتابع ايضا في هذا الحصاد، من يريد التأثير على القضاء وحرف مسار التحقيقات في قضية استجواب وزير الدفاع، ومن يريد تأخير عملية تحرير الموصل ولماذا؟ نرحب بضيف حصادنا القيادي في تحالف القوى سيد خالد المفرجي. سيد خالد أهلا بك معنا، يعني اليوم كيف يرى تحالف القوى ما حصل من تأجيل لإكمال استجواب وزير الدفاع وخصوصا نحن على أبواب عمليات في نينوى وخصوصا يعني الكل ينظر إلى هذه العمليات بأنها ربما تكون الأخيرة في العراق؟ شكرا جزيلا، تحية لكم ولمشاهدي قناة الشرقية الكرام. بالتأكيد اليوم كان انتصار لإرادة الشعب العراقي، كانت هنالك إرادة شعبية ضد سحب الثقة من وزير الدفاع، وما على أعضاء مجلس النواب العراقي إلا أن يكونوا مع هذه الإرادة، ولذلك تحركنا على كل أخواننا في مجلس النواب العراقي من أجل توضيح كثير من الأمور لعل البعض منها كان يعني غائب عن بعض من أخواننا في مجلس النواب، ولكن كثير منهم الحمد لله تفهموا هذا الأمر واصطفوا معنا في عدم الموافقة على سحب الثقة من السيد وزير الدفاع. حقيقة الأمر الوضع صعب جدا بالبلاد، اليوم احنا في معركة مستمرة ومعركة استنزاف، ووزارة الدفاع تتحمل العبء الأكبر من مسؤولية هذه الحرب. فمن غير المعقول ومن غير المنصف أنه في هذه المرحلة الحساسة لما وصلنا إلى مرحلة النهاية، مرحلة حسم المعارك سواء في الحويجة أو في القيارة أو في الشرقاط أو في نينوى، في هذه اللحظة الحاسمة نقوم بتغيير الوزير المسؤول عن هذا الملف برمته. كيف ستكون ردة فعل المقاتلين؟ كيف ستكون ردة فعل المؤسسة العسكرية بشكل عام؟ إذن الموضوع حقيقة لا يقبل النقاش، وبالتالي علينا أن نكون منصفين مع أنفسنا ونحن نخوض هذه الحرب، ونكون أيضا منصفين مع المؤسسة العسكرية. إذا ما كان هنالك ملاحظات، هذه الملاحظات كلها يمكن معالجتها وكلها يمكن مناقشتها، ولكن في ظروف أفضل وفي أجواء أحسن. بالأمس قالت البلاد، قالت الكتل السياسية، الرئاسات الثلاث، الكل أجمعوا على ضرورة تأجيل هذا الأمر إلى ما بعد يعني تحرير الموصل، ويعني أغلب أعضاء مجلس النواب
يعني أيضا مصرون على تأجيل هذا الموضوع إلى ما بعد تحرير الموصل. فنستغرب أنه موقف بعض من أخواننا النواب، ولا نشكك في نواياهم، ولكن نستغرب من موقفهم أنهم غير مدركين إلى هذا إلى هذه اللحظة خطورة هذا الأمر. وحقيقة أنا أطلب من الأخوة أصلا، يعني أصلا أطلب من الأخوة الذين يطالبون بسحب الثقة من سيد وزير الدفاع، يعني سحب طلبهم هذا. ولكن يا سيد أخوان خالد، البلد يعني الآن يمر بظرف صعب. الأغلبية مقتنعة ومدركة لأهمية هذه المرحلة، أهمية بقاء وزير الدفاع، والآن تقول يعني لا أعرف لماذا يعني هم غير مدركين. يعني هل معركة الموصل الحاسمة الأخيرة مع داعش تحتاج إلى هذا الإدراك القوي من قبل بعض القلة من النواب الذين لا يدركون أهمية هذه المرحلة؟ يعني حقيقة حتى نكون واضحين جدا، احنا حريصين كل الحرص، وتعرفون يعني منهجنا في هذا الأمر، حريصين كل الحرص على أن نكون دائما متوحدين، ودائما نخرج أمام الشعب العراقي برأي واحد، خاصة في الأمور الاستراتيجية ومنها موضوع حربنا ضد الإرهاب. لكن مع الأسف الشديد بعض الأخوة أصروا في هذا الملف تحديدا إصرار غير مقبول وغير مقنع من قبلنا على ضرورة المضي يعني بعيدا في هذا الموضوع، موضوع سحب الثقة عن سيد وزير الدفاع. وحقيقة هذا الأمر أشكل علينا كثير، وطلبنا منهم يعني توضيح لموقفهم. هذا موقف غير مقبول لا من الشعب العراقي ولا من قبلنا. يعني يجب هنالك يعني يجب يكون عند النائب أولويات، يجب أن تكون لديه أمور استراتيجية لا يتراجع عنها ولا يتخلى عنها تحت أي ظرف. أهم ما في هذه الأمور هو موضوع البلد، مصير البلد، حربنا ضد الإرهاب، وبالتالي تكلمنا معهم بهذا الموضوع بشكل واضح وصريح. واليوم مرة أخرى أنا من خلال قناة الشرقية وتكلمت اليوم صباحا معهم بهذا الموضوع، هو أن يطلب سحب أصلا الطلب هذا. يعني اليوم الموضوع لا يتوقف على وزير، يعني شنو الإشكالية اليوم على وزير الدفاع حتى تقوم القائمة ولم تقعد اتجاهها؟ اليوم أكو مشاكل كبيرة بالبلد، اليوم أكو ملفات فساد بالبلد، يعني بالمليارات نتكلم على أكثر من 600 مليار إلى 800 مليار ضاعت من بعد عام 2003 إلى يومنا هذا. أشو ما حد دار لها بال، وما حد دق رجلة عليها، وما حد وقف ضدها بشكل صريح وواضح في هذا الموضوع تحديدا. يعني أنا أعتقد أنه يعني كنا نقول دائما أن استجواب السيد وزير الدفاع هو استجواب سياسي وليس مهني. اليوم أصبح هذا الأمر دليل قاطع على ما كنا نقول عليه. اليوم قناعة أكثر النواب هو ضد سحب الثقة، ولكن مع الأسف الشديد أكو إصرار، وبالتالي لا يفسر هذا الإصرار وهذا الأمر إلا على أنه استهداف واستجواب سياسي. مرة أخرى أقول الذي يفكر بمصلحة الشعب عليه أن تنطبق أقواله مع أفعاله. اليوم مصلحة الشعب أن تبقى المؤسسة العسكرية مؤسسة رصينة، مؤسسة موحدة بعيدة عن التجاذبات السياسية، وهذا يقتضي سحب طلب سحب الثقة من السيد وزير الدفاع من جدول أعمال مجلس النواب وإلغائه نهائيا حتى تتفرق المؤسسة العسكرية وقيادات المؤسسة العسكرية لملف الإرهاب، محاربة الإرهاب، تحرير المناطق. نعم. يعني عار علينا جميعا أن يبقى الإرهابيون محتلين شبر من أرض العراق. طيب سيد خالد، يعني وصفت ما حدث بأنه يؤكد أن الاستجواب كان سياسي، هل يراد بهذا الاستجواب السياسي تحريف مسار القضاء، التأثير على كل ما سيؤول إليه القضاء؟ يعني حقيقة مجلس النواب العراقي حاولنا ونحن موجودين فيه قدر الإمكان أن نفصل عمل مجلس النواب العراقي عن عمل القضاء. وعندما أثيرت شبهات فساد اتجاه أعضاء مجلس النواب العراقي قلنا لم يبقى لمجلس النواب العراقي أي دور أو أي كلام في هذا الأمر. الملف برمته تحول إلى القضاء، والقضاء هو من يقول كلمته الفصل. وقناعتنا أن القضاء العراقي قادر أن يقول كلمته في هذا الأمر. وأعتقد أن السادة القضاة والقضاء العراقي بشكل عام يعي ما تعرض إليه الشعب العراقي على مدى أكثر من 13 عام من سرقات لأمواله، من هدر لأمواله، من هدر لميزانات الاتحادية عندما كانت الميزانية العراقية ميزانية انفجارية. ولكن مع الأسف الشديد اليوم في العراق جياع، اليوم في العراق أناس فقراء كثيرين، اليوم في العراق لا نستطيع أن نعطي الرواتب بشكل كامل. وبالتالي أعتقد أن القضاء العراقي بقناعة كاملة أقول هذا الكلام يعي هذا الأمر، ويعي على مسؤوليته أن يحارب الفساد وأن يكون مع الرجال الذين وقفوا ضد الفساد. القضاء هو المفروض الذي يحمي هؤلاء.
أيا كان، إن كان وزير الدفاع أو غير وزير الدفاع. اليوم مطلوب مني من جميعا يا إخواني في مؤسسة التشريعية وهي السلطة الأعلى في البلد، أن تكون إلى جانب القضاء، وهو القضاء وهو يحارب الفساد، لا أن نكون ضاغطين على القضاء لتحريف أو لتغيير مسار القضاء. وبالتالي أنا على قناعة تامة أن الأيام القليلة القادمة سيكون للقضاء قول فصل في هذا الأمر، ويلجم كل الأصوات التي حاولت التشكيك فيه وفي نزاهته، وحاولت قدر الإمكان التأثير على قراراته. وقناعتي أيضا أن الأيام القادمة سيعلن القضاء فيه عن صدور أحكام بحق أناس فاسدين حاولوا قدر الإمكان خلال الفترة الماضية سرقة مال الشعب العراقي، ويعني العبث بأموال الشعب العراقي، وهم كانوا السبب الرئيسي لما وصلت إليه البلاد الآن. طيب سيد خالد، يعني اليوم القضاء كما ذكرت في الأيام المقبلة سيقول كلمته في هذه الملفات وفي الأشخاص الفاسدين المتهمين بهذه الملفات. أنتم كتحالف قوى كيف تنظرون إلى أداء البرلمان في ظل وجود كما ذكرت بعض النواب الذين متهمين بملفات فساد؟ ما هو دوركم اليوم تجاه هؤلاء، وخاصة أن المؤسسة التشريعية مؤسسة مهمة، مؤسسة رقابة، ومؤسسة ينظر إليها الشعب العراقي بنظرة التي تحافظ على أموال الشعب العراقي؟ لا، هو بالتأكيد احنا بعد أن يقول القضاء كلمته في هذا الأمر ويثبت الفساد على اسم نائب أو على جهة أو على كتلة، لا يعني أكيد لتحالف القوى العراقية سيكون موقف واضح وصريح. لا يمكن لنا أن نقبل على أنفسنا أن يكون بيننا فاسد، أو أن تكون كتلة معنا فاسدة، أو يكون هنالك شخص فاسد. هذا الأمر لن نقبل به، بل على العكس من ذلك سوف يطرد وسوف يفصل وسوف يكون بعيد كل البعد عن عملنا. احنا اليوم رافعين راية التحرير، راية إنصاف المظلومين بالبلد، راية عودة النازحين، راية يعني الجياع الموجودين في العراق. فكيف نقبل أن يكون معنا سارق أو أن يكون معنا فاسد؟ هذا الأمر لن نقبل به. فإحنا أكيد بانتظار ما يقوله القضاء، ولا يمكن لنا أن نتصرف أي تصرف الآن دون أن يكون للقضاء كلمة، لأنه لإصدار القرارات يكون بناء على أمر يقين ومتحقق، وقناعتنا أن هذا الأمر اليقين والمتحقق يكون عن طريق القضاء، ويجب أن يكون للقضاء دور. فحقيقة إحنا بانتظار ما يقوله القضاء، وبعد القضاء هنالك لتحالف القوى العراقية يعني إجراءات عملية وعملية وقوية ومعلنة غير سرية، ومعلنة وتعلن للرأي العام، لأننا مسؤولون أمام الله أولا وأمام الشعب. وبالتالي بالتأكيد لتحالف القوى العراقية سيكون موقف من كل من سيصدر بحقه قرار من القضاء العراقي. إذن تحالف القوى ماذا يتوقع لجلسة الخميس المقبل؟ يعني أنا أتوقع أن يعني يتم رفع هذه الفقرة، فقرة سحب الثقة من سيد وزير الدفاع عن جدول الأعمال، لأن وضع البلد صعب جداً. وقالت الكتل السياسية والرئاسات الثلاث مع كثير جدا من أعضاء مجلس النواب العراقي مع هذا الرأي، ولذلك أتوقع أن التركيز في جلسة يوم الخميس القادم سيكون هو فقط على قانون العفو العام. لا نريد لهذه القضية أن تؤثر على قضايا استراتيجية على رأسها محاربة الإرهاب واستكمال عمليات التحرير، وعلى رأسها قضاء الحويجة والقيارة والشرقاط ونينوى، وكذلك لا تؤثر على قضايا متعلقة بأكثر من 80 إلى 90 ألف إنسان ممكن أن يستفاد من قانون العفو العام. اليوم ما حدث في البرلمان يعني مع الأسف الشديد أثر بشكل سلبي على استكمال بنود جدول الأعمال. لذلك هي دعوة لكل إخواني في أعضاء مجلس النواب أن يدركوا هذا الأمر جيدا. نعم السيد خالد المفرجي القيادي في تحالف القوى، شكرا جزيلا لك. حق الرد مكفول. راسلونا على rai@alsharqiya.com. حصادنا مستمر ونتابع فيه. المالكي بعد لقائه وفد الاتحاد الوطني الكردستاني توافق حول تشكيل مجلس السياسات العليا بعد الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية في منزل معصوم.
بحث اللاعبين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي مع وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة ملا بختيار في بغداد تمثيل العلاقات بين حزب الدعوة والاتحاد الوطني، كما بحثوا التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الجانبين خلال زيارة المالكي الأخيرة للسليمانية. وأكد الجانبان خلال مؤتمر صحفي ضرورة إدامة العلاقة وتعزيزها بين القوى السياسية لخلق حالة من التوافق السياسي، كما شددا على أهمية إيجاد الحلول للقضايا العالقة بين الإقليم وحكومة المركز. هذه زيارة إضافة إلى رد زيارة للزيارة الكريمة للسيد دولة الرئيس والوفد المرافق له في حزب الدعوة، إضافة إلى هذه المسائل يهمنا نحن الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه نكون جزءا من الحل في كردستان في العراق وفي المنطقة أيضا. يهمنا بأنه مرة أخرى نراجع العلاقات الشيعية الكردية مثل ما يهمنا أن نراجع العلاقات السنية الكردية. يهمنا بأنه نراجع العلاقات بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية، ومن ثم يهمنا بأنه نركز على علاقات جديدة بين حزب الدعوة والاتحاد الوطني الكردستاني. وأشير هنا، وبالأمس كنا أيضا حاضرين في اجتماع عند فخامة السيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم، وتم الاتفاق على العمل المشترك لتشكيل مجلس سياسات يكون استشاريا داعما للحكومة وداعما للبرلمان. والحمد لله مسيرة التوافقات بدأت بين مختلف المكونات. نأمل إن شاء الله من هذه الزيارة وزيارات أخرى سنقوم بها وتواصل بيننا داخل البرلمان والحكومة والساحة لتحقيق ما نصب إليه من تحسين للمناخ العام الذي نعيش فيه جميعا إن شاء الله. وكشف رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي عن وجود توافق أولي حول تشكيل مجلس السياسات العليا بعد الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية في منزل رئيس الجمهورية. وقال المالكي في تصريح لشرقية نيوز إن هذا المجلس سيتولى تقديم المشورة ومراقبة عمل الدولة على ألا يتجاوز على صلاحيات المؤسسات الحكومية ولن يكون بديلا عنها. وتجربتنا في المرحلة السابقة حينما كان الكل يتصور أنه يستطيع أن ينفذ بدون أن يكون شريك للآخرين، اكتشفنا بأن هذه أضرت بالبلد ولا تعطي نتائج مرجوة باستقرار العملية السياسية واستقرار. ولذلك تقريبا الجو العام الموجود الآن بين مختلف الكتل هو الالتقاء على ائتلافات وتقاسم المسؤولية والوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات. احنا عقدنا توجه ولحد أمس كان الحديث عنه والتوافق عليه أوليا وينجز مستقبلا. وسابقا أيضا طرح موضوع مجلس السياسات الذي يجمع قيادات البلد في مجلس سياسي يتولى عملية تقديم المشورة ومراقبة أيضا عمل الدولة ولا يتجاوز على صلاحيات المؤسسات والسلطات التشريعية والتنفيذية، لا يتجاوز ليس بديلا عنها ولكن أيضا بما يمتلكون من امتدادات بالبرلمان والحكومة يستطيعون أن يكونوا يقدمون المشورة ويراقبون عملية التنفيذ وإصلاح العمل. إذا نجح هذا المشروع واللي كان المفروض من 2010 يصير، أمس تم الاتفاق عليه، إذا نجح سيكون داعم لإيجاد مثل هكذا توافق. المجلس بذاته سيكون هو الشخصية المعنوية التي تحقق هذا المطلوب. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة رئيس أقليم كردستان مسعود البرزاني وبحث معه التطورات السياسية في العراق والمنطقة وعلاقات التعاون بين تركيا والأقليم. وذكر بيان لرئاسة أقليم كردستان أن زيارة البرزاني إلى تركيا تهدف إلى بحث العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين فضلا عن مناقشة آخر المستجدات السياسية في المنطقة. وذكرت مصادر كردية أن البرزاني سيجتمع أيضا خلال زيارة مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، ويرافق البرزاني في زيارته إلى تركيا كل من رئيس ديوان رئاسة كردستان فؤاد حسين والمتحدث باسم حكومة الإقليم سابين ديزي. اقتحمت قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب مركز ناحية الجيارة جنوب مدينة الموصل بعد أكثر من أسبوعين من المعارك لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش. وذكرت مصادر عسكرية أن العملية العسكرية انطلقت فجر الثلاثاء بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب وقوات الجيش وبإسناد من طيران التحالف الدولي بعد إكمال الاستعدادات لاقتحام ناحية الجيارة.
وأكدت المصادر أن العملية حققت تقدما كبيرا وأعطت أهمية كبيرة للحفاظ على أرواح المدنيين الذين يتخذهم التنظيم دروعا بشرية. وكانت قوات الجيش أعلنت في وقت سابق تطهير جميع المناطق والقرى المحيطة بمركز مدينة القيارة بما فيها المطار العسكري من سيطرة التنظيم. ويعد تحرير ناحية القيارة التي يبلغ عدد سكانها نحو 100,000 مواطن أمرا مهما على طريق تحرير مدينة الموصل مركز نينوى من سيطرة التنظيم. وتوقعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نزوح أكثر من 1,000,000 شخص مع قرب عمليات تحرير مدينة الموصل، محذرة من أن وقع العمليات العسكرية على الوضع الإنساني سيكون ضخما جدا. وقال الناطق باسم مفوضية اللاجئين قال في مؤتمر صحفي عقده في جنيف أن الأمم المتحدة تتوقع ازدياد أوضاع النازحين في مدينة الموصل سوءا بسبب دراماتيكي، وأن هناك احتمالية لتأثير ما يقارب من 1,200,000 شخص من هذه الأوضاع الصعبة. نعتقد أن أوضاع النازحين في العراق تتدهور على نحو مأساوي في الوقت الذي بدأ يتركز الاهتمام على اتخاذ عمل عسكري في الموصل خلال الأشهر الماضية، حيث هرب نحو 213,000 شخص من بيوتهم في مناطق مختلفة من الموصل. ومن المتوقع أن يكون تأثير العمليات العسكرية على الوضع الإنساني جسيما، حيث من المتوقع أن يؤثر على 1.2 مليون شخص. إن منظمة الأمم المتحدة للاجئين تبذل قصارى جهدها للتعاطي مع التحديات الجسيمة والمتمثلة بتشييد مخيمات لتخفيف معاناة النازحين، وما زلنا حتى الآن بحاجة للأراضي والأموال اللازمة لبناء هذه المخيمات. ونفذت قيادة عمليات الأنبار عملية عسكرية في جزيرة هيت، تمكنت خلالها من استعادة عدد من المواقع التي يتخذها تنظيم داعش مقرا له. وقالت قيادة عمليات الأنبار إن القطعات العسكرية بدأت عملية عسكرية ليلة أمس استهدفت مواقع التنظيم في جزيرة هيت ومحورها الجنوبي، ما أسفر عن مقتل 14 عنصرا من التنظيم، فضلا عن تدمير عدد من الآليات والأسلحة الثقيلة التابعة له. وصف أهالي منطقة الفضل في بغداد الجهود البلدية بأنها في حالة موت سريري، في إشارة إلى انقطاع الماء لأيام عدة مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. يقول سكان الفضل أن مناطق عدة في العاصمة تعاني عموما من مشكلة قديمة جديدة خلال الصيف، غير أن الفضل الكبير يعود لضحايا غياب الحلول من جهة والاستمرار الأزمة أياما عدة من جهة ثانية. مناس السهل والتفاصيل. حر صيف يمر على أهالي منطقة الفضل وسط بغداد وهم بلا ماء ولا كهرباء. هسه كهرباته ما يخالف مريض الماء شلون؟ والله لا والله عمي حتى التواليت ما عندنا مجال نطب ماكو ماي ماكو. هسه من الشغل جاي أريد أسبح ماكو ماي. ست أيام لا ماي ولا كهرباء. شلون نقضي هالحر؟ إيش أسوي؟ وين أروح؟ مشكل الله. المولدات الأهلية لا يسمع صوتها لأنها تحتاج إلى الماء، وبما إن الماء مقطوع في مركز العاصمة قرر أصحاب هذه المولدات إطفاءها إلى شعار آخر. ثلاث أيام ماكو ماء، هالمولدات كلها طفت، أنا عندي برامي لها مترسة قاعد أبرد بها راح أطفي، بس يخلص أنا أطفي ماكو ماء، والعالم تجي تلتم علينا هنا، شو نسوي؟ الجهود البلدية في حالة موت سريري، ولا أمل يلوح في الأفق لنجدة أهالي الفضل وغيرها من مناطق وسط بغداد بإيصال الكهرباء. سنغادر منطقة الفضل بعد أن قمنا بجولة فيها، لم نشاهد مسؤولين من أمانة العاصمة يتابعون مع الناس أزمة انقطاع الماء والكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة. من بغداد، ميناس السهيل، الشرقية نيوز. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذا الحصاد، نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. We'll be right back.